جهاد أزعور المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلاهما من باريس، وشارك أيضا في المشهد السياسي اللبناني منذ عام 2005. أما سليمان فرنجية فهو نائب ووزير سابق، تولى العديد من الحقائب الوزارية في أكثر من حكومة لبنانية، ويترأس حزبا سياسيا لبنانيا هو تيار المردة، وسبق أن طرح اسم فرنجية كمرشح خلال انتخابات رئاسية سابقة.